ما الأفضل؟ أو يقول انتشر عند العامة من الناس استحباب الدخول للمسجد الحرام من باب السلام، هل لذلك أصل في السنة؟ نعم، دخول من جهة باب الكعبة أفضل من الدخول من الجهة الغربية، دخوله من أعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، خرج من أسفلها، هذا الدخول والخروج. فكونه يستقبل البيت أول ما يدخل هذا أفضل، وإن دخل من أي باب لا مانع، لكنه يسأل عن الأفضل. الأفضل أنه يدخل مستقبل وجه الكعبة وهو الباب، وهو اللي يحاذيه باب السلام.